معي للحديث عن المستقبل بعد الحرب على غزة والآثار الاجتماعية للحرب عالم الاجتماع الأستاذ الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية. عالم الاجتماع الكبير الدكتور أحمد زايد شغل مقعد أديب مصر الأشهر الدكتور طه حسين كعميد لكلية الآداب جامعة القاهرة بين أعوام 2004 و2009، عمل مستشاراً ثقافياً لمصر في الرياض بين عامي 1998 و2001، وقبلها ترأس العديد من مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية في مصر والعالم العربي. عمل الدكتور أحمد زايد مستشاراً أكاديمياً لبرنامج بحوث الشرق الأوسط بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وشارك في العديد من دراسات اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإمائي. تولى رئاسة تحرير مجلة إضافات التي تصدر عن الجمعية العربية لعلم الاجتماع ومجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة، ونال جائزة الدولة للتفوق العلمي في العلوم الاجتماعية لعام 2004. ومن مؤلفاته المواطنة، الهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية، صوت الإمام، الخطاب الديني من السياق إلى التلقي، الأسرة العربية في عالم متغير، الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم، دراسة لقيم النزاهة والشفافية والفساد، صور من الخطاب الديني المعاصر، البناء السياسي في الريف المصري، خطاب الحياة اليومية في المجتمع المصري، وتناقضات الحداثة في مصر، إضافة لترجمته كتاب أرماندو سيلفاتوري المجال العام، الحداثة الليبرالية والكاثوليكية والإسلام.